معانا حلقه جديده من سفره طبيعيه صدى البلد معاكم توته مراد. البس الجوانتي بقى كده ندخل في الشغل على طول. كتير كده اوقات بنبقى قاعدين جعانين بالليل نفسنا ناكل فطير او نفسنا ناكل حاجه كده تبقى يعني غنيه كده ومتمونه، في نفس الوقت مش عايزين حاجه تبقى مكلفه ومش عايزين نقوم نقف في المطبخ كتير، يعني مش عايزه بقى اقوم احط دقيق وخميره وسكر وميه واعجن واخمر واقطع. لا، هنعمل النهارده وصفه حلوه جدا جدا لفطير بس على الطاسه وبالجلاش مش بالعجين، فدي ميزه حلوه جدا فيه. هنعمل صنف حادق وهنعمل صنف حلو، الحشوه تقدري تغيري فيها زي ما انت عايزه، بس انا عملت اكتر حشوه انا بحبها اللي هي بتكون خضار مشكل وبسطرمه وجبنه رومي، دي بتبقى يعني روعه مش قادره اقول لكم حلوه ازاي. تعالوا نسمي بالله ونشوف مقادير فطيره الطاسه مع بعض. هنعملها حادق بالبسطرمه والجبنه، هنعمل كمان بالشوكولاته والموز وبسكوت الشوكولاته متنونه كده، وان شاء الله يبقى معانا وقت كمان نعمل واحده بالمكسرات ونسقيها شويه حليب دافي. طيب فطيره الطاسه مقاديرها عباره عن ايه؟ معايا لف الجلاش، لف الجلاش كامله 12 ورقه، هستخدم كل فطيره هتاخد ورقتين، فانت بقى زودي العدد براحتك. معايا نص كوبايه من الزبده السايحه، معايا كمان قشطه بلدي حوالي يعني 4 لـ5 معالق كبار، معايا علبه زبادي 105 جرام ما يعادل 4 معالق كبار، معايا كمان ملح وفلفل اسود وزعتر. دي كده ايه؟ الخلطه اللي انا هعملها عشان تضيع طعم الجلاش، يعني ما احسش ان انا باكل جلاش تقليدي، لا انا عايزه احس ان انا باكل فطير زي بتاع المحلات اللي هو الفطير الشرقي او كمان بيسموه الصواريخ لو انتوا يعني عارفينها من محلات البيتزا. طيب الحشوه الحادقه عباره عن ايه؟ معايا جبنه رومي، معايا جبنه موتزاريلا، معايا بسطرمه، فلفل الوان وشويه زيتون اسود. الحشوه دي تقدري تغيري فيها براحه راحتك، يعني عايز تحشيها خضار وجبنه بس، عايز تحطي مشروم مثلا معاهم بتبقى خطيره، عايزه تحطي هوت دوج، تحطي لحمه مفرومه، تحطي شاورما، تحطي سي فود، كل اللي انت عايزاه تقدري تحطيه، بس نقطه واحده ان الحشوه عندي بتكون مستويه مش نيه، فخدوا بالكم بس من النقطه دي. طيب دي كده المقادير بتاعه الخلطه وقلنا الحشوه الحادقه وقلنا كمان الحشوه الحلوه. طيب الحشوه الحلوه عندي هتكون عباره عن ايه؟ معايا موز، شوكولاته سبريدنج، بسكوت شوكولاته اللي هو محشي كريمه اللي هو اللي بيكون نصين ده، معايا بندق محمص، جوز هند وزبيب ولبن دافي، ومعايا كمان شويه من الفانيليا. تمام كده مقاديري سهله جدا وبسيطه، مفيهاش اي حاجه صعبه ولا فيها حاجه مش هتلاقيها موجوده، يعني عندك قشطه نباتي استخدميها، عندك قشطه بلدي استخدميها، عندك زيت بدل الزبده او سمنه بدل الزبده برضو استخدميها، دي بتاعتك انت. طيب نشوف بقى هنبتدي بايه، تعالوا نشوف سوا. ندي اللبن الدافي عشان بس ايه، يلا بينا. عندي القشطه، انا استخدمت قشطه جايباها من السوبر ماركت اللي هي بالكيلو، تمام مش غاليه خالص كمان، ودي ميزه. ادي القشطه، علبة الزبادي، استنى بس اصفي الميه. بخلط كل الكلام ده كويس جدا مع بعض، اهي شايفين؟ عايزه اخلي الكلام ده زي الكريمه. وادي نص كوبايه ايه؟ الزبده. خلاص بقى المعلقه عندي مش هتشتغل في الحاله دي، لازم اخلط كويس جدا. أهي. الخلطه دي بقى الخلاصه، يعني هتخلي الجلاش بتاعي كاني بعمل فطير بالظبط، كاني باكل فطير شرقي. نعمها بس شويه كده وهقسمها نصين، نص هزود عليه شويه فانيليا ونص التاني احط عليه ملح وفلفل وزعتر، ممكن تحطي بابريكا، تحطي بصل باودر وتوم باودر، اختياري براحه راحتك تعملي اللي انت عايزاه. تعالوا بقى نجيب كمان، ادي بوله تانيه عندي اهي، دي اللي هي ايه؟ للحادق مثلا، نحط عليها زعتر، فلفل اسود وشويه ملح، ازود شويه زيت صغننين خالص، وده اختيار يعني بتاعكم انتوا. اهو بصوا عندي الخلطه عامله ازاي، بتكون بالشكل ده عندي عشان اقدر ادهنها عندي في الجلاش، مش قادره اقول لكم طعمها بيكون حلو ازاي وسهله جدا وبسيطه. طيب انا كده عندي هنبتدي بالحشوه الحادقه، واحط شويه زيت عندي على النار عشان كمان اسوي على طاسه. طب حد ممكن يقول لي يا توته ينفع اسويه في الفرن؟ اه عادي جدا، ممكن تدخليه
تدهني بس وش شويه زيت وتدخلي تحت الشوايه او الفرن من تحت 10 دقايق بالكتير، هيكون ظبط معايا وزي الفل. نعمل كده، يلا بينا. بصوا بقى، نجيب بوله تانيه نحط فيها ايه الحشوه بتاعتنا اللي هي عباره عن ايه، جبنه رومي بواقي التلاجه من الاخر، يعني اي شويه جبن عندك طلعي اخلطي كله مع بعض واعملي اكله حلوه جدا للولاد هتعجبهم قوي قوي. وادي الزيتون، وادي الزيتونه، وادي الفلفل الالوان. تعالوا نحط بقيه الموتزاريلا اهي، ادي اهو، يبقى كمان خلصنا ده. قلبي بقى كل الكلام ده مع بعض. عايزه تغيري في اي حاجه عندك من الحشوه دي غيري، مفيش مشكله. يعني عايزه تحطي لحمه معصجه مثلا حطي، مفيش مشكله. عايزه تحطي يعني فراخ مثلا، صدر فرخه اتبقى كده عندك بايت ومحدش عايز ياكله، تقدري تحطي برده مع الخلطه دي، هيفرق جدا جدا معاكي. انا هشوف بس الكاونتر بتاعي عشان لما احط الجلاش ما يلزقش مني ويبهدل الدنيا. اهو كده، دي نشيل حاجتنا ونبتدي نشوف هنعمل ايه. وادي كمان الفرشة، يلا بينا. بصوا بقى، سمي بالله، طبعا الجلاش طول ما انتوا شغالين لازم يكون متغطي، ما تسيبوش ابدا من غير غطا عشان ما ينشفش منك. يعني لازم طول ما انا بشتغل اكون مغطياه بفوطة مطبخ نظيفة عشان يظبط معايا ويبقى تمام التمام. نجيب بس اولها، ادي ورقة، كل جلاشة بتاخد ورقتين، وادي دي واحدة ولا اتنين، لا دول اتنين، هنفكهم من بعض. ادي اهو خلاص، واروح عاملة كده واحطها جنب. طيب تعالوا نشوف بقى نحشيها ازاي. سمي بالله كده، بسم الله، واجيب الفرشة. تمام، بصوا بقى عشان انتوا الموضوع ده ممكن برضو تقعوا فيه، مجرد طبعا الجو هنا عندي تلج في البلاتو، مجرد ما فتحت الجلاش الزبده عندي جمدت بالشكل ده. تعملي ايه؟ يا اما هتحطيها في طاسه وتدفيها يا دوبك على النار، يا اما تدخليها الميكرويف 30 ثانيه. فانا هدخلها 30 ثانيه تفك بس واشتغل معاكم على طول بيها، لان هي فيها كميه زبده كتير فبالتالي بتجمد على طول. الطاسه عندي بتسخن اهي، وتمام التمام. نشيل بقيه حاجتنا عشان ايه نبقى روقنا كده على طول، يلا بينا. شوف كده الدنيا رايحه لفين، زي الفل، يلا بينا اهو. بصوا بقى، خلي الورقه دي كده عندي اهي، فكت وبقت زي الفل. بعمل ايه؟ بدهن الخلطه دي عندي على ايه، ورقه الجلاش. تمام، دهنتها كويس جدا، اروح جايبه الورقه الثانيه وحطاها فوقيها واضغط بسيط وبرده ادهنها بالشكل ده. خلاص بقى انا ضيعت طعم الجلاش العادي اللي هو اللي كلنا متعودين عليه وطول عمرنا بنعمله بالميكس بتاع الخلطه دي. وادي بصوا بقى، ممكن اقدر اعمل شكلين، ممكن اعملها مربع وممكن اعملها اللي هي الطويله زي الساندوتش كده. فتعالوا نبتدي بدي، بحط الخلطه عندي كده، بصوا الالوان تفرح ازاي، وبروح عامله كده وبضغط كده بسيط، شايفين، واروح لما الطرف ده كده والطرف ده كمان كده وابتدي الف اهو. شفتوا بقى السهوله؟ هعمل ايه؟ ركزوا بقى في الحتة دي، هدهن الحتة دي كده عشان يقفل عندي وما لاقيش نقطة واحدة من الجبن والحاجات الحلوة اللي احنا حاشينها دي فكت معايا. وخلاص هسويه عندي في الطاسة لمدة، يعني كل قطعة بتاخد مثلا 3 دقايق 4 دقايق مش اكتر من كده. تعالوا بقى نسويه هناك، والطاسة بتاعتي ان شاء الله تكون سخنت ونشوف هنعمل ايه مع بعض. نعلي النار عشان ايه؟ تتحمر على طول. تعالوا نعمل واحدة بقى اللي هي المربعة عشان برضو تبقوا شفتوا اللفتين. بسم الله، نعمل دي حالا
اهي اقل من 30 ثانية. بص هعمل ايه، ادي واحدة اهي تمام، ونعمل نفس الكلام بس دي هقفلها بقى مربع، بتبقى شكلها برضو حلو قوي وبتكون جميلة قوي في الاكل اهي تمام. واروح حاطه الورقه الثانيه، انتوا يعني ادهنوها بقى كل حته، انا هنا بس عشان الوقت فبشتغل بسرعه، لكن انتوا في البيت ادهنوا بقى كل حته فيها عشان تديكي نتيجه حلوه جدا اهي. واخد كده حبه حلوين من الحشو وتوصوا بقى يعني ايه، بحبحوا ايديكم في الحشو، واروح عامله ايه كده وادهن على الطرف واحط الطرف ده عندي برضو كده، ونفس الكلام ادهن كده عشان يقفل واطمن ان الحشو جوه عندي مش هيخرج ولا هيروح في اي حته اهي، واقفل دي كده واضغط كده واهو. طب لما اجي بصوا بقى شكلها عندي مظبوطه ازاي، ولا فتحت ولا قطعت ولا فيها اي حاجه. لما اجي انزلها على النار هنزلها على الوش ده الاول، ده ليه؟ عشان ده يقفل عندي على طول، يعني هتنزل النار الاول على الناحيه المفتوحه، فانا هحطها دلوقتي عندي في الطاسه اهي جنبها عشان تبقوا فاهمين الفكره اهي زي الفل. ودي عندي خلاص بتتحمر، يعني حتى مش هطلعهم الا لما ترجعوا لي. هناخد فاصل ولسه معانا كمان الجلاش طاسه اللي بالشوكولاته والموز، هيعجبكم جدا. فاصل ونرجع لكم على طول من تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم. بصوا بقى نفس اللي حصل في الحادق، عملناه في المسكره، قسمت الخلطه نصين، بس هزود ايه بقى زي ما قلنا، هناك حطيت ملح وفلفل وزعتر، هنا هحط شويه من الفانيليا، ممكن تستخدمي فانيليا باودر او فانيليا سايله، يعني على حسب المتاح عندك، مش هتفرق قوي في الوصفه دي. طب ما تيجوا نشوف بقى الجلاشتين اللي احنا عملناهم مع بعض. دي شايفين شكلها زي الفطير بتاع الطاسه بالظبط، شكلها وهمي ولونها ذهبي جدا، مقرمشه على فكره، يعني هي مش طريه. استنوا اجيب لكم سكينه عشان تفهموا اللي انا بتكلم عليه، ان هي مش طريه خالص. بصوا سامعين، مقرمشه عندي جدا وطريه كده من جوه، واخده طعم تحفه. تعالوا بقى نسمي بالله ونطلعها. ممكن تقطعيها بقى زي ما انا مقطعاها، ممكن ان انت يعني تعملي فيها اللي انت عايزاه براحتك انت. انا هحطها كده عندي هنا اهو، هقطع معاكم واحده طبعا عشان تشوفوا شكلها من جوه، والحشو كده متكلف ومتمون، حلوه جدا. ودي اهي، ودي احط جزراي اهي. شيل بس الطاسه بتاعتي عشان اعمل فيها الجلاش اللي ايه المسكر. يلا بينا، حاجة كده في الإنجاز سهلة وسريعة مش مكلفة، الحشو تقدري تغيري فيه براحتك. أنا عايزة بصراحة أقطعها معاكم، إيدي عمالة بتاكلني أروح أقطعها. طيب تعالوا بقى بصوا القرمشة تحفة، تعالوا نقطعها مع بعض نشوف الدنيا جوه عاملة إزاي. الله بصوا سندوتش كده، حاجة يعني تجنن، بس سخنة قوي قوي، فانا هسيبها كده هنا لحد بس ايه ما تهدى شويه، ممكن كمان اقطع معاكم من التاني. طيب اهو شايفين الحشو مش ممكن، والورق جوه مستوي من بره مقرمش، ودي ميزه حلوه قوي في الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض. يلا بقى نشوف المسكره هنعمل فيها ايه. نفس الكلام بس ركزوا بقى، انا هحط شوكولاته اللي هي قابله للدهن فهتبقى تقيله شويه، فانا مش هدهن الورقه اللي تحت اللي هي تبقى الغلاف عندي قوي، ممكن ادهن الثانيه، لكن الاولى مش هزود الحشو خصوصا في النص، يعني يا دوبك كده فرشه بسيطه. وناخد الشوكولاته اعمل كده، ونحط ايه، ادي البسكوت اللي كنت بقول لكم عليه، ممكن محطش مثلا موس في دي، وشويه ايه بندق عشان نبقى عملنا حشوه كده متكلف. انا دي نسيت احط ورقه ثانيه، فهعمل ايه ركزوا معايا، هعمل المفروض نحط ورقتين، انا ركزت في الشوكولاته وسرحت فيها وايه ونسيت احط الورقه الثانيه. تعالوا نعمل كده ولا هنغلب، احنا بنتصرف على طول، ندهن كده اهو
عندي زي الفل. ندهن كده تمام، واروح عامله ايه؟ واخده كده اهو، ولا كأن حاجه حصلت. اقفلها بقى على بعض، هقفل الطرف ده كده واضغط بسيط، الطرف ده كمان واضغط بسيط، وابتدي ادهن الطرف زي ما عملنا. ادي اهو، واروح قافل الطرف ده كده، الطرف ده كده اهي زي الفل. شايفين شكلها مظبوطه جدا ازاي؟ اهي تمام جدا، مفيهاش اي حاجه. ناخدها بقى عندي على النار، نفس طريقه التسويه اللي عملتها مع الحدقه هعملها دلوقتي مع المسكره. شويه زيت بسيط، تحطي زبده برده، ونفس الفكره هحطها على القطعه اللي مفتوحه عندي، مش هحطها على الوش الناعم. اهي تعالوا نعمل واحده كمان، نعمل مثلا واحده بالمكسرات، يعني حاجه كده ايه اقتصاديه شويه، مش شوكولاته، عشان لو حد برضو عايز يعملها يشوف الفكره بتبقى ازاي. ممكن كمان تحشيها مهلبيه، ممكن كاسترد، ممكن اي حاجه انت تيجي على بالك تقدري ان انت تحشيها بمنتهى السهوله. ادي اهو كده، يلا بينا. وادي ورقه كمان، الحشوه دي بقى اقتصاديه، يعني دي تقدري ايه تعمليها على طول. عندك شويه مكسرات كده باقيين من رمضان، عادي جدا تقدري تعمليها في الوصفه دي. وادي اهو، دي هزود بقى الحشو جوه. ليه؟ عشان عندي مكسرات اصلا خفيفه، مش زي الشوكولاته كده هقلق مثلا ان هي تتفتح مني او يجرى لها حاجه. شويه جوز هند، شويه زبيب، حبه بندق كده حلوين، نزود ايه؟ هنزود زبيب شويه، واعمل ايه؟ واقفل كده، واعمل برضو نفس الفكرة. ادي اهو كده، ونقفل، وعيني برضو على اللي على النار، ونفس فكرة التسوية. ناخدها بقى على هناك ونشوف، عشان دي كمان هسقيها شوية حليب اول ما تخرج عندي اهو. تعالوا نروق مكاننا عشان ايه تبقى حاجتي كده على طول مظبوطة. حطناش الموز بقى، يعني انت ممكن بقى، انا اديتكم فكرتين انك تقدري تعملي دي او تعملي دي، براحتك. عايزه تعمليها بالموز اعمليها، عايزه تعمليها من غير موز زي ما انا عملتها كده، دي برضو بتاعتك انت. هو بقى كده مكاننا على طول. طيب تعالي نقول مع بعض عملنا ايه. عملنا فطير الطاسه، حلو قوي بالجلاش، سهل وبسيط. الحشوه تقدري تغيريها زي ما انت عايزه، حسب المتاح عندك. يعني زي ما قلنا الحشوات دي بحر مفتوح، تقدري تحطي وتشيلي اللي انت عايزاه. بس انا بالنسبه لي قلت لكم افضل حشوه انا بحبها اللي هي البسطرمه والجبن والفلفل، بتبقى حلوه قوي. وبعدين في الانجاز يعني حتى ممكن تعمليها وجبه للغدا، هتعجب الولاد جدا زي ما انتم شايفين. ده عشان اجي لكم كده وانتم تتفرجوا، ده المربى، واحنا قطعناه زي مثلثات كده نصين، فتقدري ان انت تعمليه بالشكل ده او تعمليه اي شكل انت حابه. عايزه تقطعيه نصين بس، تقطعيه أربعة، الشكل ده بتاعك أنت. ودي أهي اللي عليها الجزرية اللي احنا عملناها مع بعض، نفس برضو فكرة التقفيل. فزي ما قلت لكم يعني حاجة كده إيه، سهل الممتنع أو حاجة سريعة جدا. أهي دي عندي كمان اتحمرت، ما تغمقوهاش بقى، سيبوها باللون الذهبي الحلو ده. يعني شايفين دي طالعة عندي لونها مظبوط جدا جدا، ده أفضل لون بيطلع معايا، عشان ولا ينشف قوي ولا ان هو يبقى طري كده ومش حلو، لان انا عايزه قرمشه وفي نفس الوقت يبقى ناعم من جوه، فاللون عليه عامل مهم جدا. انا دي ممكن يعني دقيقه اقل، اهو شايفين لونها حلو ازاي؟ لونها حلو جدا جدا. احنا كمان خلصنا، فاضل دي حاجه بسيطه، دي عايزه اقطعها معاك عشان تشوف. طيب البسكوت اختياري اللي انا حطيته ده، ممكن ما تحطيهوش، ممكن تحطي بسكوت اللي هو بالقرفه اللي انتوا عارفينه بتاع الزبده، ممكن تحطيه، ممكن ما تحطيش، ممكن تحطي موز مكرمل بيبقى تحفه، مش قادره اقول تفاح برده بيبقى حلو قوي. فالفكره في الوصفه دي ان هي تقدري تغيري على حسب ذوقك. انا دي خلاص فاضل اقل من دقيقه واطلعها عشان تشوفوا كمان من جوه اقطعها لكم، وهي لسه الشوكولاته سخنه كده وعامله شغل حلو. ممكن نعلي النار لان خلاص المفروض يعني اختم في اقل من دقيقه. ودي كمان اهي، دي بقى اللي هسقيها شويه حليب. اول ما تخرج تكوني انت حاطه مثلا معلقه سكر، معلقه شاي سكر على شويه لبن دافي، وتبتدي تسقي كده بالمعلقه، هتديكي برده نتيجه حلوه. بس دي بتطريها شويه زي كده الفطير اللي بالسكر او اللي هو بيكون في المحلات، تقدري برده تعمليه. انا خلاص يعني
هطلع دي حالا خلاص، انا هطلعها يعني واخده لون بسيط قوي، بس هطلعها عشان برضو ايه تشوفوها. ادي اهو دي، نسقيها بقى ايه شويه لبن بسيط اهو، حاجه بسيطه مش كتير، تبقى بقى طريه كده. عايز تحطي عليها شويه عسل او سكر بودره ممكن برضو، مفيش مشكله. ما كنت نفسي اقسم معاكم دي، بس مش هنلحق، ممكن اقسمها واحنا بنختم على طول يعني، وانا خارجه كده اقطعها لكم تشوفوا شكلها حلو ازاي. اهي هاخد انا كده دي، كل حاجه تنزل على صفحتي بالتفصيل زي ما احنا متعودين، مطبخ توته مراد بالشرح بالرغي بتاعنا بكل حاجه. هناخد فاصل وانا بقطع دي عشان تشوفوها من جوه، ولسه معانا فقرات جايه كتير، استنونا. بعد الفاصل ما غبناش عليكم، دايما احنا اللي بنتحكم في صحتنا وتقويه المناعه، نقدر نخلي جسمنا يتحدى اي مرض ويتحدى كمان الاحساس بالتعب والارهاق. ده بيكون عن طريق ايه؟ بالاكل الصحي وتعرض لاشعه شمس وممارسه الرياضه طبعا اللي احنا ما بنجيش جنبها. بس بما اننا بنحب الاكلات السريعه والفاست فود والاكل اللي من بره، بنحب دايما نطبخ بسمنه وزبده وكميه كبيره، لان بنتوقع ان المفروض الطعم بيكون احلى. طبعا جسمنا ما بيكونش عنده المخزون الطبيعي للفيتامين المهمه اللي المفروض تكون موجوده عشان جسمي يكون بصحه كويسه ومناعتي كمان تكون قويه. هيكون معانا كولوسيز هنتكلم عنه بالتفصيل، اللي بيحتوي على فيتامين د وفيتامين الف، كمان الاوميجا 3، وده اللي هيكلمنا عنه اكتر بالتفصيل الدكتور مصطفى حامد استشاري الامراض الصدريه والمستشار الطبي لشركه اي ام دي. برحب طبعا بدكتور مصطفى الاول. ازيك يا دكتور؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. طبعا دلوقتي الناس كلها او مفيش حاجه عندنا نقدر نقويها غير مناعتنا عشان نواجه مش بس الكورونا، الفيروس اللي دايما تكون موجوده، خصوصا الشتاء خلاص على دخول فدايما بتزيد الحالات. فعايزين حضرتك تشرح لنا ايه الفيتامين اللي موجوده في كولوسيز وتقدر ازاي تفيدنا، وهل الكبسوله الواحده فيها كميه اللي تقدر تفيدني فعليا ان انا اقوي جهازي المناعي؟ تمام. بالنسبه للكولوسيز هو عموما عباره عن سي ال او، هو كود ليفر اويل، زيت كبد الحوت. هو بيتكون من 3 فيتامينز او 3 مكونات، فيتامين الف وفيتامين د واوميجا 3. الثلاثه دول مهمين جدا جدا لمناعتنا. بمعنى صح، اذا قدرت احط في كبسوله واحده اغلب الفيتامين او اغلب المكونات اللي تقدر تقوي مناعتي، يبقى انا اذا قدرت اوصل للتارجت اللي انا عايز اوصله. طيب لما نيجي نتكلم بصفه عامه كده، الكولوسيز ده زيت كبد حوت موجود في نيوزيلندا، هو مصدر نيوزيلندي، يعني اذا انا بجيبه من بره. المصدر ده هو اللي بيجيبه منه جميع دول العالم، اذا كانت دول اوروبيه او اذا كانت امريكا اللاتينيه او امريكا الشماليه، يبقى اذا كلنا بنتساوى في المصدر. بلس ان انا عندي فرق عنهم، اني انا بيبقى تحت رقابه وزاره الصحه وتحت رقابه الدوائيه عشان يبقى مطابق للمواصفات بتاعته، وبالنسبه لحضرتك للكميات اللي انت اشرتي ليها للمكونات اللي فيها. يعني بالنسبه لنا في الكميات اللي انا محتاجها من فيتامين الف ودال والاوميجا 3 اليوم بتاعي. يعني الكبسولة فيها النسبة المظبوطة اللي كل جسم يكون محتاج. مظبوط. طيب. الاحتياج اليومي بتاعي. تمام. طبعا احنا داخلين في مدارس بالفعل دخلت وفي مدارس على دخول ان شاء الله، يا رب يجعل الايام الجاية يعني عام سعيد عليهم. الاطفال طبعا احنا عارفين من عمر سنة يا دكتور يقدر ان هو ياخد الكولوسيز، يعني مفيش حد ممنوع او عليه علامة اكس ان ده ما ينفعش ياخد كولوسيز. الكولوسيز بيخاطب كل الفئات، بيخاطب جميع الاعمار ما بين من سن سنه لحد ربنا يديله طول العمر. طيب هو انا حضرتك اتكلمت على فتره دخول المدارس وتكلمنا، فعايزين نتكلم في نقطه مهمه جدا جدا اللي هي المناعه اللي حضرتك اشرت ليها. المناعه انا عندي مهمه جدا جدا في الثلاث مكونات اللي قلنا عليهم، فيتامين الف ودال والاوميجا 3. كلنا عارفين فيتامين الف
للصحه والجمال، وده هنتكلم مع حضرتك عليه. وكلنا عارفين فيتامين د لصحه العظم والاسنان، لكن والاوميجا 3 عارفينها عشان خاطر الدهون الضاره وعشان خاطر التركيز والفهم. لكن لو جينا اتكلمنا ان الثلاثه بيأثروا في المناعه، لما نيجي نلاحظ ان فيتامين ا اللي يعتبر ناس مهمل شويه او مش في تفكيرهم، فيتامين ا ده مهم جدا جدا للمناعه. تخيلي ان الفيتامين ا بيدخل في تكوين خلايا كره الدم الحمراء، وبيدخل في تكوين خلايا الاجسام المضاده بتاعتي والخلايا الليمفاويه، يعني انا بتكلم على كميه بمعنى صح على نسبه كبيره من المناعه بتاعتي بس فيتامين ا بيدخل فيها. طيب لما نيجي نتكلم على حاجه زي فيتامين د بيدخل في ايه؟ بتصنيع خلايا معينه اللي تقدر تهاجم الفيروسات الغريبه والامراض الغريبه اللي جسمي ما خدش فكره عنها قبل كده. الاوميجا 3 اللي بتكون كره الدم البيضاء اللي هي بتقدر تهاجم معايا ايه الميكروبات او بتقدر تزود المناعه بتاعتي بنسبه كبيره جدا. يبقى اذا انا اتكلمت على ثلاثه مهمين جدا في الكولوسيز يقدر يديني المناعه اللي انا عايزها. طيب منتج كولوسيز يا دكتور موجود طبعا في كل الصادرات، ونعرف انه بقاله مده طويله جدا، يعني مش بس موجود الكام سنه الاخيره، لا هو بقاله كتير جدا موجود. مظبوط، هو بقاله 15 سنه الكولوسيز موجود، وعايزين نقول ان هو موجود في الصيدليات. انت اشرت لنقطه كويسه جدا. انا لما الاقي اروح الصيدليه عشان اجيب المكمل الغذائي، هو مش دواء هو مكمل غذائي، لما بروح اجيبه بحس بالامان، بحس ان فعلا طالما لقيته في الصيدليه فانا كده مطمن. انا مطمن جدا جدا ان الحاجه دي جايه من مكان تراستد، ومعنى صح من بدايه دخولها لتصنيعها لحد ما وصلت الصيدليه لحد تخزينها هي اوريدي تحت اشراف وزاره الصحه. ليه؟ يبقى انا كده انا مطمن. حتى التسعيره بتاعتها ما حدش يقدر يلعب فيها، هي تحت تسعيره جبريه، ما اقدر اغير في سعرها النهارده بكذا او بكره بكذا. زي دي ميزه يا دكتور، لان هو كولوسيز سعره ثابت بقاله يعني فتره طويله جدا. مظبوط، مع ان بقيه الادويه في حاجات كتير سعرها مظبوط بيرفع، لكن هو ثابت على نفس السعر، فسعره اقتصادي جدا، عشان برضو تبقوا عارفين ان ممكن اي حد يخليه في روتينه اليومي او من مشتريات الشهر. يعني زي ما بنشتري كده حاجات للشهر نقدر نشتري كولوسيز عشان يكون موجود لكل افراد العيله. مظبوط. السيده الحامل يا دكتور، ودي اكتر حد بيكون متضرر في موضوع ان نقص الكالسيوم، ومجرد ما بتولد بتلاقي شعرها بيقع، بتلاقي سنها بتتكسر، تقول لك انا لو جيت عملت حركه كده احس ان عظمي بيتقطع، يعني مشاكل كتيره جدا لانها بتفقد كميه فيتامين كتيره جدا اثناء تسع شهور الحمل. مظبوط. الكولوسيز مهم جدا جدا بدايه من بعد الشهر الثالث. زي ما احنا عارفين اول 3 شهور احنا ما بناخدش اي علاجات خالص. بعد الثلاث شهور احنا بنبتدي ناخد الكولوسيز، وبتاخد كبسوله 3 مرات في اليوم للسيده الحامل. هل هو امان؟ لا، ده امان جدا جدا مما فيه من فيتامين الف. فيتامين الف يا جماعه مهم جدا جدا لتكوين شبكيه العين. الاوميجا 3 الموجوده في الكولوسيز مهمه جدا في تكوين خلايا المخ عند الطفل الجنين بمعنى صح. يعني دكتور حضرتك تقصد ان مش بس الافاده هتكون ليها، لا طبعا الموضوع كمان للطفل. مظبوط. وفيتامين د بصي انا عايز اقول لك حاجه، يعني احنا يمكن بنحاول ان نقلل شويه المكملات الغذائيه للسيده الحامل على قد ما نقدر عشان خاطر موضوع المعده والكلام ده كله. لا، الكولوسيز بيقدر يديكي مجموعه مكونات، مجموعه فيتامين بالنسبه لمتابعه الحمل، ده غير ان هو ما بيأثرش على المعده لان هو عباره عن كبسول وهو عباره عن زيت، فبالتالي مش هيأثر على المعده لان اوريدي بيبقى معدتهم حساسه مع طول مع قرب فترات الولاده بالذات. طيب في نقطة كمان أنا حابب أقول عليها ووصلها للسيدات، بما هي دي هدية ليهم بمعنى صح، كفيتامين ألف. إحنا عارفين فيتامين ألف فيتامين الصحة والجمال. عايزين نقول كام واحدة واقفة قدام المراية وبالذات من بعد سن 25 سنة وأوائل الثلاثينات، وبنلاحظ إن في شعر أبيض ظهر، شعراية بيضة كده ظهرت وسط شعرها. طيب عايزين نقول إيه فايدة فيتامين ألف في نقطة زي دي؟ فيتامين ألف بيقدر زي ما هو بيحافظ على تقوية جذور الشعر، زي ما هو بيحافظ على نضارة الشعرية نفسها، التقصف التساقط بتاع الشعر بيقلله جامد جدا، لكن هو كمان بيحمي من موضوع الشيب المبكر. يعني موضوع الشيب المبكر وده صدقيني بيبقى اريتيتنج جدا. كمان ده يا دكتور الكلام ده كمان رجال وسيدات. مظبوط. يعني ممكن مزبوط. السيدات ما هي اللي هتبلغ بقى الرجال لان هم بيسمعونا دلوقتي. الفكره ان الموضوع يبقى الاثنين، لان فعلا موضوع مزبوط. الشيب المبكر ده بيكون في ناس من ال 20 بيكون مزبوط. شعرها سواء رجال او سيدات بيكون شعرهم كله مزبوط. ابيض، ودي بتبقى مشكله. فعشان كده هو بيحافظ على لون الشعر الطبيعي لاكبر فتره ممكنه،
احنا مش هنقدر نهرب طبعا من الشيب، لكن احنا بنأخره على قد ما نقدر، بنحافظ على لون الشعرايه بدل ما نضطر نتخذ بعد كده حاجات موضوعيه كتير عشان نقدر نحافظ، وتضر اكتر ما تفيد. مظبوط. فده من ضمن الحاجات اللي فيتامين الف هيفيدني كويس جدا جدا فيها. عشان كده دكتور دايما بنقول لهم يبتدوا من بدري، يعني موضوع الشيب زي ما دكتور مصطفى ذكر الموضوع، لو انا ابتديت من ال 20 اواظب على المكملات الغذائيه وبالاخص كولوسيز، هاخر موضوع ظهور الشعر الابيض. دي بتبقى حاجه يعني صعبه جدا، سواء يعني راجل او ست بتكون حاجه بتضايقهم فعلا. وموضوع الضوافر برضو خلي بالك، يعني كم واحده بتقول لك انا لو عملت اي حاجه في البيت الاقي ضفر اتكسر، الاقي في ضفر مثلا اتشقق او خلافه. لا، فيتامين ده معناه ان فيتامين الف بيبقى قليل عندك. فيتامين الف في الكولوسيس بيقدر يديك الجرعه اليوميه بتاعتك، بحيث ان الضوافر عندنا بتبقى الى وقت بنسبه كبيره جدا قويه فيها لمعان، فبالتالي حتى انا عشان اقدر احتاج حاجات موضوعيه بعد كده على الضوافر بتبقى استكمال وليس تبقى اساس، هتبقى حاجه بسيطه زي مزبوط. يعني ايه، ما بقاش اعتمادي الاساسي على سواء احط زيت على ضوافري او احط مكون معين. الحاجات دي على فكره تكون غاليه، يعني الحاجات الضوافر دي والشعر بيكون سعرها مش رخيص ابدا. فانا اقدر اهتم بالكولوسيز عن طريق الثلاث فيتامينات اللي موجوده فيه بسعر اقتصادي جدا. طيب العلبه فيها كام شريط يا دكتور؟ هي العلبه 3 شرايط 30 كبسوله. بالنسبه لي انا لو هقول من سن سنه ياخد لحد 7 سنين، هناخد كبسوله واحده نفضيها على اي حاجه بيحبها الطفل. وانا بقول يا جماعه الكبسوله زي كده لو قدرنا نديها لابننا قبل ما يروح المدرسه، او قبل ما يروح الـ بمعنى صح الجامعه بتاعته، او قبل ما يروح اذا كان زوجي اروح قبل ما اديها له قبل ما يروح الشغل، او انا اخدها قبل ما اشتغل، فيها كميه وفيها اوميجا 3 بتديني طاقه وحيويه ونشاط ليومي يكاد يكون 4 أضعاف من الاكل اللي باكله. عشان كده احنا بنقول لمرضى السكر ومرضى الضغط احنا بنقول له ما بقاش لازم تاكل كتير زي الاول، ولكن كل اللي يكفيك في اليوم بحيث تحافظ على السكر تحافظ على الضغط، وخلي الباقي على الكولوسيز. خلي الباقي على الكولوسيز يديك الطاقه بتاعتك والحيويه والنشاط في بقيه يومك، لانه بيديك 146 جزيء طاقه في حين الجلوكوز بيديك 36 بس. يبقى انا بتكلم في 4 أضعاف. بالنسبه لفوق سن 7 سنين يقدر ياخد كبسولتين في اليوم قبل الفطار على الريق، ويقدر ياخدهم قبل ما يطلع. الاثنين يا دكتور بيكونوا الصبح، يعني الجرعه لو لفوق 7 سنين مظبوط بيبقى مره واحده الصبح، اما اذا كان فوق 7 سنين بيبقى كبسولتين قبل الفطار على الريق. طب ليه باخدهم الصبح؟ انا مش عايز حاجه تشغلك طول يومك، انا خدت الكولوسيز ما خدتوش، لا انا عايزك اول ما تصحى من النوم اوريدي خدت كبسولتين الكولوسيز، خلاص انا كده خدت الجرعه اليوميه بتاعتي بتاعت فيتامين د وفيتامين الف والاوميجا 3. هتحس الفرق؟ هتحس الفرق بعد كده، بالذات اذا كنت مريض سكر مستويات السكر عندك هتظبط، اذا كنت مريض ضغط الضغط عندك طبعا ده بالاضافه لادويه الضغط وادويه السكر بتاعتك. طبعا الاثنين بيكونوا ماشيين في نفس الخط، يعني ما اوقفش ادويه الضغط والسكر واعتمد على مكمل غذائي زي ما قلنا دكتور مصطفى قال ان هو مكمل غذائي مش دواء او مش علاج لحاجه، هو بس الفكره انه بيظبط نسبه الفيتامين اللي جسمي محتاجها عشان يكون عندي نشاط ما يكونش عندي اي مشاكل صحيه موجوده. فالموضوع مكمل غذائي، عشان في ناس ممكن تقول انا هسيب بقى الدواء واخد الكولوسيز. لا انت كده ظلمت نفسك قبل اي حاجه. لا انا عايز اقول بجانب علاجك خد الكولوسيز معاك بصفه يوميه بصفه مستمره، ما يضرنيش في حاجه، ما فيش اي حاجه اسمها جرعه زياده او جرعه اقل. لا احنا بنقول لك الجرعه بتاعتك اللي تقدر تاخدها، لو حصل انك زدت عليها او قللت عليها لا ما يضرش جسمي خالص. طيب في ناس يا دكتور ممكن تعتمد تقول ان انا طالما هاخد الكولوسيز ما ركزت بقى في الخضار والفاكهه او الاكل الصحي عموما، يعني في حد مثلا ممكن يقول انا خلاص هاخد الجرعه بتاعتي ومش هاكل ولا خضار ولا فاكهه، انا باخد مكمل غذائي، هل ده صح؟ لا ده مش صح طبعا. هو الكولوسيز مثلا هديكي مثلا ان هو فيه فيتامين د، صح كده؟ طب فيتامين د لو اوريدي موجود في جسمك كويس ومفيش كالسيوم في جسمك بتاخديه عن طريق اللبن والبيض او اي مصدر غني بالكالسيوم، طيب يبقى ساعتها فيتامين د هو وظيفته انه يحول الكالسيوم يرسبه على العظم بحيث العظمه تبقى قويه وصلبه. طب اوريدي لو الكالسيوم مش موجود يبقى فيتامين د وجوده ملوش اي قيمه، اللي موجود في الكولوسيز يبقى انا محتاج اكل اكل فيه كالسيوم عشان. طب لو فيتامين د اللي في الكولوسيز مش موجود يبقى حتى لو كلت كميات كالسيوم كبيره برضه هي ملهاش قيمه، لان فيتامين د هو المسؤول على ترسيب الكالسيوم على العظم طبعا. يبقى اذا انا وماشي مع اكلي، لكن والكولوسيز الكولوسيز بيسد لك النواقح الناقصه عندك في اكلات معينه، يعني انا مثلا مفروض اكل 2 لـ3 مرات سمك في الاسبوع، حتى لو عملتها اسبوع والتاني انا مش هقدر اوصل عليها. بس يا دكتور ايه، واحده من الناس ماليش في الاسماك، مظبوط، فدي تبقى مشكله. فاذا الكولوسيز بيقدر يغطي النقطه دي معاك في حاله النقص. انا بيبقى شغلي من الصبح لحد بالليل، بخرج بضطر اكل بره او بضطر استنى لحد ما اكل اكله واحده بس في البيت عندي. طب وبقيه اليوم
اذا الكولوسيس بيكمل لك النقطه دي بما فيه من فيتامين ألف وفيتامين د والاوميجا 3. نورتني يا دكتور. الوقت يعني عدى مع حضرتك بسرعه جدا، وحضرتك دايما بتفيدني بمعلومات، يعني كميه معلومات كتيره جدا، والناس بتبقى فعلا محتاجه انها تسمع الحاجات دي، خصوصا في الفتره اللي احنا داخلين عليها. ان شاء الله تعدي بسلام باذن الله. نورتني، وان شاء الله لينا حلقات جايه كتير مع بعض. يا نورتني دكتور مصطفى. ميرسي. هناخد فاصل لسه فقراتنا ما خلصتش، ونرجع ليكم من تاني، استنونا. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبناش عليكم. الصيف بالنسبة لناس كتير يعني سهر وقلب اليوم، وعشان السهرة تحلى لازم يكون معانا أكل. بطاطس محمرة وفطاير وبيتزا، ده غير المكسرات والحلويات اللي بتكون دايما قدام التلفزيون. طبعا ده كله مش بنعتبره أكل أساسي، يعني دي نقنقة كده في نص اليوم مش من ضمن الوجبة الأساسية. النقنقة دي بقى بتسبب زيادة وزن بشكل كبير جدا، لكن منظومة خبيرة التغذية دعاء سهيرة عشان تخلينا نستمتع أكتر ونلبس براحتنا بتوفر لنا كورس بيستا. هيكلمنا اكتر عنه بالتفصيل دكتور خالد احمد غزالي، استشاري النباتات الطبيه الممثل لمنظومه خبير التغذيه دعاء سهيل. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. ايه موضوع بيستا بقى، ان هو جايب نتائج هايله جدا في مده قليله؟ يعني احنا بقالنا اعتقد ما كملناش 15 يوم بنعلن عنه، لكن الفكره ان في خلال 15 يوم في ناس بالفعل ابتدى الوزن يقل، ابتدت المقاسات تقل، ففي نتيجه، يعني في نتيجه في مده قليله. طيب فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هو البيستا ده عباره عن زي ما اتكلمنا قبل كده، احنا بنتكلم هو التخسيس في حد ذاته او انقاص الوزن. خلي بال حضرتك دي مهاره. طبعا. في عايزه مهاره وعايزه علم وعايزه ذكاء وعايزه ذكاء الاختيار وذكاء التركيب. البيستا ده اول حاجه لما هنتكلم عنه قلنا ده عباره عن دايتري فايبر. يعني الياف غذائيه. بس كنا بنتكلم قبل كده على كل حاجه عندنا كانت نوع واحد من الالياف. ده ثلاث انواع من الالياف الغذائيه موجودين في الكيس بتاع البيستا. حلو. اللي هم السيليوم، اكتر حاجه سيليوم. تاني حاجه الرده، بس مش الرده العاديه بتاعتنا، الرده بتاعت الفرن. لا مش بتاعت الفرن. ممكن يروح حد يروح يقول لك طب ما انا هجيب ب5 جنيه رده ورايح نفسي. كده. اجيب شويه رده ورايح نفسي. بس الفكره ان الموضوع مش رده. مش موضوع رده بس، موضوع رده طبيه، ودي بتختلف عن الرده العاديه. تماما يعني. تالت حاجة الشوفان، وطبعا برضو الشوفان ده شوفان طبي، مش الشوفان اللي هو بيتباع في الاكياس اللي بيتباع في السوبر ماركت، مش العلبة اللي احنا بنجيب بيه الشوربة والكوكيز والحاجات. لا هو مختلف شوية. بص حضرتك، اي حاجة واخدة ترخيص وزارة الصحة كمعلومة عامة يعني كده للناس كلها، مش عشان المنتج بتاعنا بس، او مش عشان حاجة تاني، او عامة لازم يكون مطابق لحاجة اسمها دستور الأدوية المصري او دستور الأدوية الأمريكي اللي معترف بيه في مصر، او دستور الأدوية الإنجليزي زمان او الأوروبي. لازم تكون اي دواء بيتداول في مصر مطابق للسبيسيفيكيشنز ل المنتج. طيب دي صوره بيستا يا دكتور، هو عباره عن ايه؟ يعني هو اكياس، هو عباره عن اكياس. الاكياس دي بتتاخد، بص حضرتك، حتى هم لما هم حطوها بذكاء شديد. انا باخد كيس البيستا تمام، بطعم التفاح، هو ما فيهوش تفاح. طب حلو. ولون التفاح الاخضر حلو، بنشوفها لونه كويس، وان شاء الله هنبقى نجربه. خد كيس، ده الكيس بتاع البيستا. كويس. طيب انا دلوقتي البيستا ده بيعمل ايه؟ بينظم حركه الامعاء. بينظم حركه الامعاء. هو البيستا عباره عن خمس حاجات، خمس حاجات، خمس. الكيس ده فيه خمس مكونات، ثلاث انواع فايبرز، ونوعين تانيين اسمهم الكروم، وتاني حاجه فيتامين سي. يعني مش بس الفكره في موضوع ان انا املى حجم المعده، لا ده هو كمان فيه كميه فيتامين عشان يفيد جسمي اثناء نزول الوزن. فيتامين سي ده مهم جدا لحمايه القلب والشرايين كانتي اوكسيدنت، كمضاد للاكسده. حمايه الجلد من اللي هو انتي ايجنج، يعني حاجه تقلل الشيخوخه. يعني تقدم العمر ده حلو، ده ورجاله والله. رجاله والله كله. يعني دلوقتي بقى برضو الموضوع ما انا رجاله على كخه يعني. لا بس دايما في قصه تقدم العمر، يعني اي راجل عندك كام سنه هيقول لك سنه، لكن الست لا 35. احنا نقف عند 35 مش هنتحرك. فالفكره ان قصه ان هو كمان مش بس تخسيس، هي الفكره ان كمان في فيتامين وفي حاجات ثانيه كتير بتساعد. وقلنا كمان الكروم ده عامل مهم جدا في التخسيس. ليه بقى؟ الكروم ده بيحافظ على مستوى السكر في الدم. انا هفضل اقول السكر في الدم، السكر في الدم، لغايه ما الناس تبطل تاكل سكر وتشرب مياه غازيه وعصير. لا نبطل دي صعبه يا دكتور، عشان نبقى على نور. طب انا اقول لك على حاجه، نقلل. طب نقلل. اقلل ماشي، انا موافق. في طريقتين للتقليل. انا مش عايز مياه غازيه خالص ولا عصير. ممكن طب مره في الاسبوع من على نفسنا. ايه على ايه؟ طب لو في عزومه في حاجات، كوبايه مثلا. لا في حاجات ممكن بدايل. في حاجات بدايل للمياه الغازيه. دكتور بتبقى مدمنه ما هو ده
بيزود الوزن وده بيعمل حاجات كتير جدا احنا بغنى عنها. لو كان كنت اخد فاكهه، ايه المشكله؟ معزومه فيها فاكهه ولا ما فيهاش؟ اكيد فيها. طيب في مياه غازيه كتير، مياه فوار اسمها. دي مش مياه دي ما فيهاش سكر خالص، اي حاجه ما فيهاش سكر. السكر هو السبب الاساسي في، والكربوهيدرات او النشويات هي السبب الاساسي في زياده الوزن. وفي السمنه. السمنه ده انا مش الكلام ده مش من عندي، هم عملوا دراسه في امريكا قال لك ان هم لقوا ان زمان كان يقول لك ايه، ولسه عندنا لغايه دلوقتي يقول لك ايه، خالي من الدهون. خالي من الدهون، ما فيهوش دهون، حلو قوي جميل. طب بس انا بدخل ليه؟ لما باكل في سكريات، عوض الطعم بالسكر. احنا بقى بنقرا كلمه خالي من الدهون دي وبنفرح بقى نقول لا انا اخد الرف بالحضن اللي هو ايه، خلاص ده ما فيش دهون فانا كده في السليم لما اكله. ده في حاجه كمان اقولها لك غريبه جدا لسه عارفها من قريب، يعني كان بحث من لسه ناشرينه. بيقول لك في حاجات بتحفز زياده افراز الانسولين. وده مش حلو عندنا بالنسبه في التخسيس، عندنا مش حلو، زي الزبادي، زي منتجات الالبان. تخيلي الدراسه غريبه جدا. دراسات غريبه جدا طالعه اليومين دول. المهم نرجع بقى للبست عشان الموضوع ده موضوع الزبادي ده عايز حلقه لوحده، لان ناس كتير بتبقى كتير معتمده اساسي على الزبادي واللبن خالي الدسم. احنا لما جينا عملنا البسته ليه خدنا البسته؟ ليه؟ طب ما احنا كان عندنا السيليوم لوحده، وكان عندنا الكونجاك، وكان عندنا التوت البري والقهوه الخضراء. لا التوت، خلينا بعيد عن التوت البري، التوت البري القهوه الخضراء ده كاتيجوري حاجه ثانيه خالص. انما انا بتكلم على الدايت فايبرز. ده يعني زودنا عليه الحاجات اللي موجوده في البيستا. خدنا ليه؟ خدنا ليه البيستا؟ واحنا البيستا ده طبعا بتاعنا. يعني احنا اللي مخصصين. ننوه بس ان هو مش موجود في اي مكان تاني. هو هيبقى موجود بعد كده في الصيدليات. موجود دلوقتي في الصيدليات؟ موجود في الصيدليات. هيبقى. طب دي حاجه حلوه جدا قوي، بس عبوه صغيره، مش هتبقى عبوه كبيره. العبوه الكبيره بتاعتنا دي 30 كيس، الثانيه هتبقى 10 كيس بس ان شاء الله باذن الله. طيب انا دلوقتي لما اجي طبعا ده مرخص من وزاره الصحه، لازم ابيعه طبعا، مش موجود، لازم يبقى موجود في الصيدليات والاماكن دي. طيب هو قلنا ثلاث انواع من كل الناس، لقينا كله بيتكلم على السيليوم، كله بيتكلم عن الكونجاك، وكله بيتكلم وكله بياخد من كلامنا ويزود شويه ويقلل شويه. فقلنا لا لازم نجيب حاجه احنا متميزين بيها، فجبنا البيستا. البيستا ده اتعمل طبعا بياخد وقت طويل جدا عقبال ما يتعمل، ياخد تصاريح وزاره الصحه وتصاريح طبعا. البيستا ده بيعمل ايه بقى في التخسيس؟ البيستا ده قلنا زيه زي الدايتري فايبر او الالياف الغذائيه، وان شاء الله لما ناخد التصاريح اللازمه هنوري لهم ازاي البيستا بيتاخد. يعني هو هنا متاخد كده كانها كيس على نص كوبايه ميه وبيتقلب وتشرب مره واحده. طيب نشرح لهم يا دكتور ان هو مش ميه، هو متماسك شويه ولو سبتيه هيقلب جيلي. جيلي ده جيلي وجيلي، يعني انا عملتها في حلقه تاني ما بيطلعش فعلا. هو يا لازم اشربه على طول. تشربيه على طول، اشربي وراه كوبايتين ميه. يعني هو انا هفضي كيس بشويه ميه، كويس، نص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه ادوبه فيها واشربه على طول. بالظبط كده، بعد كده بعدهم على طول مباشره بناخد كوبايتين ميه. ده هيعمل ايه بقى معانا؟ اول حاجه ده بيكبر حجمه. بيكبر حجمه وبيبتدي يملى المعده. حلو. ده قبل بناخده قبل الاكل او قبل الوجبه الرئيسيه مره واحده ساعة. في اليوم، مره واحده في اليوم، او كان زي ما هيقول لك اخصائي التغذيه اللي موجود عندنا في المنظومه اللي بيتابعك. كويس، بيبتدي هو طبعا احنا بنقول الميكانيكيه بتاعته بيعمل ايه، باول حاجه حجمه هيكبر. فبالتالي بيعمل عمليه امتلاء. عمليه الامتلاء دي بتخلي المعده تقول للمخ انا اتمليت، فبتدي المخ يبطل، يخلي الانسان يبطل اكل او يقلل شهيته شويه. طيب الانسان ده بتاعنا ده انت عارفه بتاع السمنه ده ما بيرحمش. عايز ياكل هياكل، يعني هياكل يعني هياكل بالظبط. كويس، يعني ما فيش هزار يعني. فبيبتدي هيبتدي ياكل، احنا بنقول له كل حاجه. يا دكتور دلوقتي لما حد يتواصل مع ارقام التليفونات اللي موجوده دايما معانا على الشاشه، كويس، هياخد ورقه ولا مش هياخد؟ هياخد ورقة. ده هياخد دكتور. هياخد دكتور. هياخد اخصائي تغذية يعني معاه. يعني مفيش ورقة خالص. ولا حتى فيها ممنوعات؟ ولا ممنوعات. هو بصي هو هيوجهه التوجيه الغذائي الصح. يعني ايه؟ أقول له مثلا لما يجي مثلا أظن ما فيهاش حاجة لما أقول لك اشربي مية. ولا دي صعبة. لا دي سهلة خالص. وأقنعك بفوائد المية. مفيش مشكلة إن أنا لما أقول لك كلي سلطة خضراء. ما فيهاش عيب. دي حاجات لحد طبيعي، لحد مش حد طبيعي. وزنه زياده، مش شرط يبقى وزنه زياده. بالظبط كده، حاجات صحيه. لما اقول لك مثلا هناكل الفاكهه كلها، هنوزع الاكل، مش هناكل بعد 8 بالليل. وكل ده اصله كلام مبني على الطب، مش مبني على تخسيس. مزاج تخسيس بس. طيب احنا هنقول كلمه بس كده بالنسبه للتخسيس، يعني كعامه انت عارفه ان حضرتك الجسم بيظبط نفسه على حسب السعرات اللي بتدخل له. عشان كده احنا بنقول ما فيش حاجه ممنوعه عندنا.
هياكل كل حاجه، هياكل كل حاجه براحته، بس ايه اللي هيمتص من عنده؟ حاجات قليله قوي اللي هتبتدي تمتص. اول حاجه انا ابتديت مليت له جزء كبير من المعده بالفايبرز دي، بكون قبلها مديله حاجه بتكبح الشهيه زي الجارسينيا او زي الشاي الاخضر او زي القهوه الخضراء. بكون بديله لما بياخد البيستا، البيستا ده اول حاجه هيبتدي يعملها الالياف دي، هتبتدي تعمل بتقلل امتصاص السكريات والدهون والكربوهيدرات والنشويات، فبالتالي وبتاخدها وبتنزل بيها في الفضلات، بتقلل الامتصاص بتاعها او بتمنع امتصاص جزء كبير منها وتخرجه في الفضلات. طيب يبقى اذا انا بدخله سعرات حراريه قليله، فبيبتدي هو بالتالي عايز سعرات، الجسم عايز يشتغل، هيشتغل منين؟ هياخد من الدهون اللي عنده اللي هي المتراكمه، يبتدي يكسرها. طب انا هسيبه الجسم بقى الانسان اللي هو عنده سمنه يعاني بقى موضوع تكسير الدهون وانزعاج الصداع والزغلله واللي بيحصل معاه؟ الجسم مش عايز على فكره يكسر دهون خالص طبعا من جوه. لازم احفزه، لازم اديله مواد بتساعد على الحرق. قلنا من الحاجات اللي بتساعد على الحرق كويس قوي الشاي الاخضر او خلاصه الشاي الاخضر. خلي بالك مش الشاي الاخضر بتاعنا ده، مش الباكت بتاعنا، الباكت بتاعنا ده كويس مش وحش، انا ما بقولش وحش، بس الفكره في التركيز، الجرعه بتاعته قليله قوي. فاحنا بنديله الجرعه الطبيه كويس اللي موجوده في اقراص، عباره عن قرص الشاي الاخضر. الشاي الاخضر طيب عشان انا يا دكتور خلاص وقت حلقتي بينتهي، عايزه اسال حضرتك عن قصه الاصحاب الامراض المزمنه كويس، هل عادي ان هم ياخدوا بيستا؟ يعني مفيش اي حاجه تتعارض؟ اي حد عنده ضغط قلب سكر ينفع ياخد بيستا عادي؟ البيستا ممكن يتاخد حتى لو المريض عنده، لو عنده ضغط او عنده سكر او عنده ارتفاع نسبه كوليسترول وما عندوش سمنه، انصح انه ياخد البيستا برضه. اصلا لو وزنه مظبوط بس وزنه عنده مرض مزمن بالظبط كده من الامراض دي ليه؟ لان احنا قلنا الدياتري فايبرز او الالياف الغذائيه اللي موجوده فيه زي موجوده في البيستا بتساعد على ثلاث حاجات، بتقلل نسبه الكوليسترول في الدم بعد ثلاث اسابيع، بتقلل نسبه السكر في الدم بعد ثلاث اسابيع، بتظبط ضغط الدم بعد اربع اسابيع، فبالتالي مفيش اي مشكله. يعني ممكن حد يتصل يطلب بيستا لوحده، بيستا لوحده ياخده لوحده كنوع من انواع المكمل الغذائي، بينظم حركه الامعاء معاه كويس، حلو جدا، وبيقلل له امتصاص السكريات والدهون والكلام ده كله، فبالتالي بيظبط السكر والضغط والكوليسترول. طيب اخر سؤال يا دكتور عشان نختم، هل لازم امارس رياضه مع الكورس عموما، مش بيستا بس، الكورس كامل يعني مفروض مطلوب مني ان انا امارس رياضه ولا ممكن مشي بسيط؟ لا احنا ممكن بنقول الرياضه اللي بتخسس مش الرياضه اللي احنا بنعملها. الرياضه اللي بتخسس دي رياضه عنيفه جدا، وللاسف شديد بعدها بيبقى الواحد جعان وعنده نوع من انواع الشهيه العاليه قوي وعايز ياكل وعايز ياخد كميه سعرات كتير. طيب احنا بنقول ان لو اتمشينا شويه صغيرين او عملنا حركه في البيت بحيث ان احنا نصفي ذهننا، ايه اللي بستفاده؟ ما بستفادش بس عن حرق سعرات، انا يوم ما احرق لي 100 سعر ده كلام فارغ يعني، دي حاجه بسيطه جدا، هعوضها في كوبايه شاي بمعلقتين سكر. كويس، انما لما اجي اقول ان الرياضه فيها ميزه حلوه قوي او المشي او الحركه في البيت او اي حاجه انها بتصفي الذهن، بتطلع كبت، بتقلل الاستريس، الكبت يا دكتور يعني احنا كبت كده بتحس انك عايز في حاجه تطلع فيها طاقه. ايوه بالظبط كده، لا بتقلل الاستريس، بتقلل الضغط، ضغوط الحياه عليكي، فبالتالي بتقللي نسبه الكورتيزون اللي طالعه في الدم. الكورتيزون ده من الحاجات الخطيره جدا في زياده الوزن. اول حاجه بيساعد على تكسير العضلات يحولها لدهون، تاني حاجه بيوزع الدهون في الاماكن الغير مرغوب فيها، اللي هي الحتت اللي انا مش عايزاها اصلا، اللي انت مش عايزاها اصلا تزيد، فبالتالي انا لما بقلل الكورتيزون، طبعا انت عارف حضرتك الواحد يصحى الصبح يلاقي الكورتيزون ظريف عنده لسه صاحي من النوم ما فكرش في حاجه، يبتدي بقى الولاد المدارس الدروس سندوتشات بقى والباص اللي مش هنلحقه، فاتوره الكهرباء، فاتوره الميه، فاتوره اللي بتعكنن الانسان، العكنانه دي هي اللي بترفع الكوليسترول الكورتيزون. اول ما بتعكنن بترفع الكورتيزون كويس، بيقلل مناعتي، بيعمل قلنا بالنسبه للسمنه بيزود الوزن، واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني العكنانه بتزود الوزن يا دكتور؟ طبعا طبعا، بس احنا ممكن الكاستات ما بنحسبهاش كده، بنحسبها ان انا مزاجي مش حلو فاخش افتح الثلاجه واقعد جوه خلاص، يعني هي بتبقى ده نوع من انواع عمليه كده احنا دايما متعودين عليه، ده نوع من انواع الهروب من الاستريس. دي عايزه حلقه يا دكتور لوحدها، موضوع الضغط النفسي، احنا كستات ولا مش رجاله بقى، احنا بنتكلم عن والرجاله على فكره في ناس بتزعل تاكل يزود وزنها طبعا. يعني نورتي يا دكتور خالد، والحلقه عدت بسرعه جدا، وحضرتك دايما بتفيدنا بمعلومات سهله جدا وبسيطه، وان شاء الله يا رب الناس كلها تكون في احسن صحه واحسن حال. نورتي يا دكتور خالد غزالي، نورتينا انتوا كمان، حلقه سهله جدا وبسيطه، ان شاء الله تستنوني بكره على خير واشوفكم بألف صحه وسلامه. السلام عليكم.